اليوم موضوعنا مع رندا بتابع موضوعها اللي ابتديناه نهار الاثنين عن الفيجنز، ولكن اليوم عن الاثليتس. صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. كمان عندنا اليوم خبريتك. طبعا خبريتي اليوم هي على التفاحه. Okay. لأن أبل أدي keeps the doctor away. هلأ الخبرية اليوم إنه the apple a day، يعني التفاحة اللي بياخدها واحد كل يوم يوميا، هي رح تبعد مرض البدانة أو النصاحة المفرطة. هلأ تبين إنه بآخر ريسيرش بواشنطن ستيت انعمل واتبعت لقلنا ريسنتلي، إنه هذه التفاحة خصوصا انعمل على التفاح الأخضر اللي بنقوله الجراني سميث. جراني سميث أوكي. طيب هو كتير طيب، وأحسن من هيك إنه نحن بنعرف إنه بالتفاح في عنا الفايبرز، الألياف اللي هي جسم ما بيقدر يهضمها، فهيدي الألياف اللي ما بتنهضم بالجسم يلي بالقشرة وبقلب التفاح كمان. مع البوليفينوز اللي هن موانع التأكسد، اللي عم بيصير إنه وقت الشخص هو عم ياكلون، مع إنه نحن بنكون عم نعلكون، مع إنه في الأسيد بالمعدة، بس هيدا كله ما عم يكون عم يهري منافعهم، فالمنافع عم توصل على المصران. واللي عم يصير بالمصران إنه هي عم تخلي البكتيريا المنيحة بالمصران تشتغل بشكل كتير منيح، مثل البروبيوتكس. اكزاكتلي. نحن كتير عم نحاول ناخد وناخد منهم حبوب، اوقات نحن بحاجه، ولكن شو هو الاكل اللي عم يخليهم يشتغلوا مزبوط؟ هيدي وحده منهم. وقت تكون المصران عم يشتغل مزبوط، هيدا من واحد من الاسباب اللي عن جد اللي بتادي انه واحد ما يكون عم يزيد بالوزن. وتبين انه وقت هالستدي عم ينعمل على الفيران، طبعا كم حبه بدنا ناكل؟ كم هلا نحن عم نحكي انابل، عم نحكي على وحده. وكمان ما ننسى كمان انه فيها النشويات اللي فيها غير الألياف هني أقل من غيرها، فكمان هذا شيء بيساعد على المحافظة على الوزن. هلأ شغلت بس أخيراً، إمتى لازم نكلها؟ ما بينذكر امتى، المهم انه واحد ياخذ هيدي التفاحه. وشغله ثانيه انه وقت هالفيران اللي انعمل عليهم هيدا الاستدي، شافوا الخروج تبعولهم وتبين انه هو في البكتيريا الجيده، مثل كانه فئران هن ضعاف، لانه نحن وقت يكون واحد ضعيف بيكون عنده بكتيريا، عدد البكتيريا ونوعيتها الجيده اكثر من الانسان اللي هو عنده بدانه. فهون كمان another reason لنقول انه المصران وقت يكون مصران صحي كمان فيكون عم يساعد لنحافظ على وزننا. Great. لكن لازم ناكل كل يوم تفاحة. نرجع. ويمكن التفاح العادي الجولدن كمان فينا، ولا بس لازم نشتري جراني سميث؟ هلا بهيدا البحث بالذات هن عملوا مقارنة، عملوا بالحقيقة مقارنة شوي فيها حمودة، منا كثير سكر 100%، وتبين انه الجراني سميث هي اللي وعندنا بلبنان جراني سميث. بدنا نشجع تفاحنا، وهيدي كمان رسالة للتفاح اللي عندنا اليوم. كمان نذكر ستيفاني مثل العادة بالاتصالات، نحن دائما نعطي اتصالاتكم على 04-444-444. هلا لارجع لموضوعي، فاذا موضوعي هو على الفيجنز اللي هن الاشخاص مثل ما بنذكر اللي ما بياكلوا ابدا لحومات ولا مشتقات الحيوان ابدا، ولا اجبان ولا البان ولا سمك ولا غيره. وبالتحديد اليوم عم بحكي على الرياضيين، هل ممكن يكون في رياضي فيجن؟ وهل ممكن هو يكون ان اثليت بيأدي الحركات الرياضيه بقوه مضبوطه وبيقدر يربي عضل وهو بيكون فيجن؟ والجواب هو ايه. وانا وعم هيك بحضر شوي للحلقه ما عندي وقت، ما رح سمي أسامي حتى ما قيدتهم، بس طلع قدامي كتير رياضيين مشهورين ونعرف فيهم وهن بيربحوا مباريات هن فيجنز. هلأ مثل ما قلنا لعدة أسباب بيكونوا تحولوا ليصيروا فيجنز، أنا علي اليوم أحكي هل هن فيهم يعيشوا بهالطريقة أم لا. خلينا ناخد اتصال ونتابع موضوعنا. ألو. ألو بونجور. بونجور. معي كريم. تفضلي. هلا بدي أسأل الدكتور بليز عن بنتي ألا ديموا، وبعدها لحديت هلأ ما بتاكل، بعدها بس على الرضاعة، فمشكلة. ليه ما بتاكل؟ يعني البيدياتر عم بيقول لي إنه أبارتير دو سانك موا لازم كنت بلش لأكل، أكيد جربت وما بتفتح تمها.
لا في شيء منه هون مزبوط، يعني بعشر تشهر في لازم اكل تكون عم تاكل الحليب، خصوصا حليب الرضاعه بعد عشر تشهر غذائيا ما راح يكون عم يأديها. هلا هي اذا عندها مشكله وما عم تفتح تمها بليز لازم تاخذيها عند الطبيب، خليه يشوف ويشوف ليش، يمكن مشكله تكون فيزيولوجيه يعني من الجسم ما عم يقبل تفتح التم لاكل، وهذا شيء له علاجه. فبليز بدك ترجعي توديها عند الطبيب. انا جوابي انه لازم 100% تاكل غذائها من الاكل صار، لانه الحليب ما بقى يأديها، وبليز وديها عند الطبيب طبيب الاطفال حتى يشوف شو هي المشكله. اوكي، لكن هل فيهم يعيشوا بهالطريقه الاتليتس؟ اكيد، لكن نحن ليعيشوا هيك بده يكون عندهم نظام، والنظام بده يكون كثير منظم صارم صارم، وما فيهم يتلاشوا يعني يستلشقوا فيه. من الاشياء اللي نحن بنخاف عليها من الاتليت انه يكون هو ما عم ياخذ دهنيات زياده. انتبهي، دهنيات يعني بلشت بشيء مش اللي الكومن. ليش؟ لانه الفيجن ما عم ياخذ لحومات، وما عم ياخذ اجبان، وما عم ياخذ هيدا كله في بقلبه حتى دهن. زبدة ما بياخده، مزبوط، فهيدا كله في دهن. طب ما هو إذا هيدا كله قفه وقت يروح على المطاعم كمان الأكل الدسم اللي هو فيه مشتقات الحيوان ما عم ياخده، فإذا بنخاف نحن ما ينقص عنده الدهنيات. هون حتى ما ينقص الدهنيات بده ياخد الدهنيات طبعا النباتية. بذكر أنا هون أهمية البزر الكتان اللي هو دهن اللي فيه الأوميغا 3 والشيا سيد. بذكر بالدهن اللي موجود بالسمسم، واللي بده يقولوا إنه رح أرجع أذكرها بعدين، السمسم بيحتوي على كمية مزبوط، بيحتوي على كمية كالسيوم كتير عالية. كباية السمسم بتحتوي 2900 ميلي جرام من الكالسيوم، كباية الحليب بتحتوي 300. هلأ ولكن نحن ما رح ناكل كباية على كل وقعة، لا كلها زيت. بس الزيت هو هون ضروري من السمسم، وكمان هي عم تعطي الكالسيوم. الدهنيات بدها تجي من المكسرات اللي بياخدوها من البذور، فإذا دايما بدنا نستعمل بذر، يا أنه نكون عم يستعمله الأثليت كسناك، يا أنه إذا ما عنده وقت يكون عم يلقمش البذر، خصوصا بذر دوار الشمس، يكون عم ياخده مقشر بيكون عم يحطه على الأكلات. وطبعا الأفوكادو شغلة من الدهنيات المونو انساتشوريتد اللي كتير مهمة للأثليت. وكمان أخيرا ما بدي انسى الزيوت، زيوت خصوصا زيت الزيتون اللي بياخده عني. فاذا دهنيات بدنا نذكر عنده هيدي المصادر اللي لازم كل يوم يتناول اشياء منها حتى تكون عم تعطيه كميته. نعرف انه الاتليتس كمان بياكلوا كثير باستا، مزبوط. يعني سكرولون تيكون عندهم انرجي كمان والداين معهم يعني. ايه هلا الاثليتس بياخذوا باستا، هيدا هو مصدر للانرجي اللي عم ياخذوه، مزبوط، بس هل هو كافي بيكون لهم؟ اللي معقول بتناول زياده تناول الباستا اما تناول الرز اما الخبز بدون المواد البروتينيه، اللي هي عم نحكي اذا خففنا نحن بروتينات اللي جايه من الحيوان، اللي بده يصير معهم هو معقول كثير يعلى السكر بالدم عندهم. بيعلى السكر بالدم اذا اخذوه كومبلي، واذا اخذوه كومبلي واخذوه بكثره، فهون رح يطلب انسولين زياده. انا هيدا اللي بدي اوصله، ممكن كثير يحسوا بالجوع. فاذا كمان نحن بنخاف على الاثليت انه يكون عنده جوع متواصل، والجوع المتواصل يخليه ياكل بطريقه متواصله، وهالشيء رح يخليه يزيد بالوزن بدل ما يكون يحافظ على وزنه. فاذا هون اذا اخذه بكمبليت اما هول اكيد رح يساعده كثير، ولكن معه انا بدي اذكر الرياضي انه هو لازم ياخذ بروتينات على كل وقعه. طيب شو هن هالبروتينات؟ اذا بنقدر شوي على السكرين نقدر نشوف الرياض. انا رح كمل قبل ما يجي السلايد شو، عندي صورتين حابه فرجيهم. هون الرياضي كثير كثير مهم انه ياخذ بروتينات، بروتينات منا جايه من الحيوان لكن بروتينات النباتيه. اطلعوا شوي معي، بدي ارجع هيك فرجيكم اياها. رقم 18 هو بالكبايه العدس، هون حاطه عدس، في 18 جرام من البروتين. البينز اما الفاصوليا السوداء بتشوفوها كيف ملونتها، رقم 15 هو الكباية فيها 15 جرام. هلا اذا بنطلع هون على التوفو، التوفو كمان عندنا 11 جرام بكل 120 جرام، عندنا 11 جرام من البروتين. بدي فرجي مصدرين ثانيين للبروتينات اللي هن البينات بتر، طلعوا تحت على البينات، اوكي، كمان كل ملعقتين فيها 8 جرامات، وحليب الصويا كل كبايه في 7 جرامات من البروتين. فاذا نحن فينا نفوت حيلا وحده من اللي ذكرتهم هلا ونكون عم نفوت بروتين باكلنا.
شغلة تانية بدي أحكي عنها قبل ما فرجي الصورة التانية، بعد شي شوي رح فرجيها، هو بنعرف أنه قلنا لازم ياخدوا الأثليتس البروتينات على كل وقعة. طيب يجي عنا هون السناك، لا في ياخد فيهم جبنة ولا في ياخد لبنة ولا شي. السناك هون فيها تكون من البينات بطر، نحطها على طبعاً التوست، أما الخبز اللي هي بالقمحة الكاملة، هيدي نوع من السناك. أنواع تانية وهون بدي أذكر أنا بعملهم بمطبخنا بباري لايت، هو الكوكيز اللي معمولة من البقوليات. عندنا لنتل كوكيز، وعندنا البراونيز معمولين من فاصوليا حمراء. فإذا نحن الفاصوليا بتنعمل تنطحن أو في طحين الفاصوليا اللي نحن فينا نجيبه نكون عم نعمل فيه كمان كوكيز. فإذا هون حتى الكوكيز تبعولنا فينا نعملهم بفستو، فينا نعمل الجلوتين فري كيك بينعمل من ألمند، أما اللوز فبيكون مركز باللوز اللي هو كمان فيه بروتينات عالية. فإذا هاي على البروتين. رح فرجي بعد صورة تانية إذا بينت عنا، بالصورة التانية نفرجي الحديد. هلا كمية الحديد كمان ما بدي تنقص عند الأتليت. هوني شغلتين بالحديد، إذا بتشوفوا الحامض كتير كتير نبقى نمرق حامض، والأشياء اللي بتحتوي على الفيتامين سي منها حامض منها بندورة نعصرها على الأكلات لتخلي امتصاص الحديد أسرع. وانتبهوا كيف هوني بهالمرة من المرات القليلة اللي بقول ما تاخدوا الشاي، لأنه معقول ما يساعد على امتصاص الحديد خصوصا إذا عم ناخده مع الأكل. يلا شاي أخضر أم أخضر أم العادي؟ أنا هم ما بنصح فيه. شغلتين بدي أقولهم، بدي إذا بتطلعوا بالصورة بتاني لاين في عنا الدبس، والدبس بيحتوي على كمية حديد كبيرة. حبيت اليوم أذكر عنا، وبتشوفوا دبس الخروب مزبوط. أوكي وبتشوفوا كمان أكيد التوفو بيحتوي، وأخيرا هون حتى الخضرة الخضرة غير البقوليات، الخضرة الخضرة بتحتوي على البروتينات. فكمان هون واحد على الحديد هم كمان مصادر بس الدبس فيه كتير سكر. مزبوط، ولكن هيدي طريقة. ليش دبس بطحينة؟ أوكي الطحينة فيها السمسم اللي هو كمان عم يعطي الفات اللي نحن بدنا إياه الكالسيوم، وساعتها مع الدبس مع قبعة الخبز بيقدر واحد يعملها كسناك، منا غلط أبدا. هو الدبس سكر طبيعي. الفيجنز فيهم ياكلوا دبس لأنه ما فيهم ياكلوا عسل. مزبوط. ثانك يو رندا، خلص وقتنا، معلومات قيمه اعطيتينا اياها اليوم. نحن بنرجع بنشوفك جمعه الجاي ان الله راد. مشاهدينا وقفه ومنتابع.